نبدأ كلامنا باسم رب غفور رحيم، نرمي حمولنا على اللي يسر لينا حالنا. سبحان اللي سخرها وبفضل الكريم تقضي حوائج خلق وتيسر محالنا. من زمان والزحمة كانت في الميدان، من زمان قالوا السواقة العبان، قالوا بدراعك راح تعدي وراح تفوت، قلنا بهداوة السواقة مش جنان. قلنا السواقة حاجة فن، يعني نمبر نمرة ون، يبقى تدريب على السواقة ويا تيت وبيب وعن، جود درايفنج ويا حبة سنس عالي، وانت لينا دير برادر يعني أخ عزيز وغالي، يعني تطمن وكم، والساينس احفظها صم، دبرياج ويا البريك يعني هنهدي وتقلى، دبرياج ويا الفتيس يعني راح نديها نقلة، الأسس ويا القواعد ويا تعليم الإشارة، بكرة تسلك وانت قاعد لو طريقك جوه حارة، بكرة نطمن عليك لو تسوق والكون ضباب، ده الترينر عندنا فوق السما ساء السحاب، من رشا وأسماء وغادة أو رباب، والمها ومنال وسلوى أو رحاب، كلهم أجدع كباتن ولسه في غيرهم كتير، والهدف يطلع مواطن في السواقة ملوش كبير، وفجأة حاله يتقلب والطرق فيها العجب، راح يعديها ويقول تسلم دهب. فاصل ونرجع لكم. مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده دايما وفرحه بال. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مع الاستاذه. النهارده انا معايا نظيفه بصراحه كده، هي حاجه كده جوه قلبي. ضيفتي النهارده كابتن من كباتن، او نقدر نقول عمود من اعمده الاكاديميه، اكاديميه الاستاذه، ما شاء الله مليئه باعمده كتير جدا، بس النهارده احنا معانا اهم او من اهم العواميد اللي موجوده في الاكاديميه، عمود الاوتوماتيك، استاذه فاطمه. فاطمه كمال، سوري انا مش كاتبه الاسامي على فكره. اهلا استاذه فاطمه، عامله ايه؟ الحمد لله. يعني انا طبعا انسين خالص ان انا معاكي كابتن دهب، اوكي، وانسي ان انا مذيعه، يعني خلينا كاننا كده بنتكلم في العموم. حضرتك كابتن اوتوماتيك، تمام، شغاله في اكاديميه الاستاذه، صح؟ تمام. عايزين الاول نعرف المشاهدين احنا ابتدينا الموضوع ده ازاي. أنا طبعاً قريت عني كتير وعن أكاديمية، وعلى الفيسبوك نمبر ون بصراحة أكاديمية الأستاذة معروفة جامد، وقبل ما أوصل لحضرتك سمع عنها كتير، وبعدين اخترت أن أنا أكون من ضمن الفريق بتاعك. لما اختار يعني انت بناء على ايه اخترتي ده؟ الفيديوهات بتاعت حضرتك كتير عجبتني قوي، وعجبتني الفكرة، وعجبني اكتر ان بقينا مسؤولين او هنبقى مسؤولين عن شريحه كبيره من الستات كتير اللي نفسها تتعلم، فعجبتني الفكره. يعني الفكره عجبتك في المنطلق كده، ان انا حابه ان انا ابقى مدربه سواقه، ولا اكاديميه الاستاذه اضافت لي حاجه؟ اضافت لي كتير. اضافت لي كتير. طب انت علشان تدخلي اكاديميه الاستاذه الموضوع جه ازاي؟ قدمت طبعا عن طريق الاداره بتاعت اكاديميه الاستاذه، تمام، وردوا عليا على طول، ورحت اتعملت في الاداره، ومع الاختبارات اللي عملوها لي وتدريب مكثف وكذا كورس، نزلت مع الكباتن الاقدم مني. يعني استني بس. أوه. يعني انت بتنزلي مع الكابتن الاقدم منك بتدربك، بتعمل ايه؟ تمام. بتعمل ايه بقى مع الكلاينت اللي معاها؟ مع الكلاينت بالظبط. تمام. يعني بتنزلي معاها وانت شايفه هي بتدرب ازاي، او بتدرب ازاي، وباخد كل البيزكس اللي هي عملته انا باخده. اكتسبت كل الكلام ده؟ اكتسبت كل ده. وجينا بقى مش انا الاكاديميه. انا كان ليا الشرف ان حضرتك دربتيني. الاكاديميه بقى قالت لك يلا بينا. تمام. وابتدت تديني كذا عميله، ونزلت معاها بالفعل، والحمد لله من اول سيشن كنت على طول ناجحه، وبحقق حاجات كتيره كويسه. تمام. اول طبعا كلنا اول حاجه في حياتنا بتبقى مميزه شويه. تمام. اول سيشن ليكي تفتكري كان مع عميله
مثلا كانت مواصفاتها ايه، مش عايزين اسامي يعني، كانت العميله دي كانت عصبيه، كانت ايه في، كانت عميله كانت طبعا درجه الخوف اول سيشن، اول سيشن كانت حظ جه في واحده جدا يعني جدا خايفه جدا وحاسه انها مش هتعرف تسوق، ورهبه الطريق كانت متمكنه منها يعني، اللي هو جبتها شويه كده شويه كده، بس الحمد لله تم الموضوع يعني. لما انت شلت الرهبه لما انت نزلتي معاها اول سيشن، انت دلوقتي خلينا نتكلم في ان انا دلوقتي عميله وجايه لك ودماغي دي ضايعه، ضايعه دي مش معناها غبيه، لا لا لا، في موال تاني حته تانية، ده بيبقى رهبه الطريق. بتعملي ايه معاها؟ يعني الاول طبعا بقعد اتكلم معاها وافتح كذا موضوع واخرجها طبعا انها بتسوق او انها في وسط طريق وخايفه وقلقانه، لا بتكلم معها شويه في حاجات كده بتخرجيها من المود اللي هي جايه اصلا متنشنه، عشان متنشنه، واقول لها دي القياده دي حاجه جميله، حاجه رائعه وما فيهاش مشاكل وانا ست زيك وبسوق، وهي ارتاحت لفكره ان ست زيها هي اللي بتدربها يعني طبعاً. كذا عميله طبعا مرتاحين جدا ان فكره ست بتدرب ست دي حاجه كويسه قوي، بتشيل الرهبه، وببقى فاهمه يعني، فاهمه احساسها وحاسه بيه يعني، لو انا في مكانها هاخد الخطوه ازاي، وبتفهميها الكلام ده، بفهمها الكلام ده. اول سيشن بقى بتقدري تخرجيها من الاطار الرعب اللي هي فيه، ولا بعد تاني وتاني؟ لا لا لا، من اول، وبنضحك وبنتكلم في حاجات كتير يعني بقيتوا اصحاب، اصحاب جدا يعني، الاول سيشن بقيتوا اصحاب، اصحاب دي على فكره اهم حاجه. طب خلينا نشوف، يا ريت المخرج يحضر لنا التقرير اللي جاي ده، فيديو ليكي وانت بتدرب عميل، يلا بينا هنشوف دلوقتي التقرير. صباح الخير يا سارة، معانا سارة سايقة في التسعين، النهاردة تاني سيشن ليها، هنا بدوس بالفرامل، اطلع سنة سنة، تمام، اكمل، وهنا في أول مرة تخرج سارة على شارع التسعين، إن شاء الله خير، وأكمل أبص على الشمال، وأفضل مكملة وأنا بص شمالي، بص على كل العربيات، وبهدي سرعتي سنة لما ألاقي عربية مدياني انتظار او يمين او كده، هنا ببص على مراية الشمال، شمالي اخد شمال كمان، تمام، ورجلي بطيئة شوية في الدرافتات والزحمة دي، وما شاء الله عليها سارة لذيذة جدا، ومن تاني سيشن الحمد لله استجابتها هايلة معايا، عشان كده اتجرأت وكاتبي على 90 تاني سيشن، فالحمد لله. ميرسي ليكي وحضرتك بجد، حد ذوق جدا و علمتيني حلو جدا بجد، ربنا يكرمك، وان شاء الله كده هنكمل مع بعض السيشن كله على خير ان شاء الله. وادي شارع التسعين وزحمته، نقرب شويه كمان، برافو عليكي. وايه رايك بقى في اكاديميه الاستاذه دهب؟ ممتازه بصراحه، ومبسوطه جدا ان انا اخترتهم يعني. ميرسي ليكي، وميرسي للنيابه عن الاكاديميه، ان شاء الله دايما احسن واحسن واحسن ان شاء الله. وانا يا جماعه مش هطول في الفيديو تاني، صباح الخير يا ساره، معانا ساره سايقه في التسعين، النهارده تاني سيشن ليها، هنا بدوس بالفرامل، اطلع سنه سنه، تمام، اكمل، وهنا في اول مره تخرج ساره على شارع التسعين. ساره تاني حصة ليها؟ دي آنسة سارة، آنسة سارة تاني سيشن ليها، ومن أول سيشن على فكرة في شارع التسعين، شارع التسعين طبعا الناس اللي ساكنين في التجمع فاهمين كويس جدا طبعا شارع التسعين ده عامل ازاي، كلكم عارفين. ايه ده؟ يعني تاني سيشن ومشياها في، وواضح في عز الظهر، تمام، عملت ده ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك انا مرنتها الاول جوه في حوالين كومباوند كده، بدي تدريب مثلا البيزكس خطوات عندي، بدرب حوالين يوترن والملفات والصواني كذا مره كذا مره كذا مره، وبعدين بفاجئها يعني انها بتطلع يعني بره. انا الاول الطريق. انا اول حصه معايا بدي الملفات ولا بعمل ايه؟ انا بدي الملفات،
بندي ملفات ده طبعا بعد بالأسعار. ما عرفتها المرايات بتاعتي عرفت كل الخطوات وبعدين ببتدي بالملفات ودي اصعب حاجه طبعا هيك عارفه طبعا اصعب حاجه الملفات لان أنا بتبقى لسه انا مش مدربه وما اعرفش حاجه عن السواقه فهميني بتبقى لسه طبعا مش عارفه الدريكسون ازاي امتى تلف وقد ايه وتنتبه للرصيف اللي قريب منها اليمين ازاي وتاخده ازاي على ضيق امتى وعلى واسع امتى فكل ده طبعا صعب في البدايه للي لسه بتتدرب انما من تاني سيشن هي بتبقى ماشيه بتغني في ناس بتسالك او بتيجي تقول لي مثلا بتقول للاكاديميه ان الاوتوماتيك ده سهل قوي لا طبعا فاحنا عايزين نفهم الناس انه في فرق ما بين المانيوال والاوتوماتيك وطبعا احنا عندنا حلقات تانية هنتكلم فيها عن المانيوال بس عايزه افهمهم او تفهميهم انا دايما بقول برضه هي مش صعوبه الاثنين واحد سواء اوتوماتيك سواء مانيوال يعني هل مثلا وانا ماشيه على الطريق شايفه العربيه اللي قدامي دي مانيوال ولا اوتوماتيك لا مش عارفه هو سايق ايه قدامي يعني بحكم من كده على سواقته ان احنا زينا زي بقى اي حد يعني المانيوال ما حدش بيبقى واخد باله لا ده مانيوال ولا اوتوماتيك احنا الاثنين عندنا دركسيون عندنا دركسيون وعندنا مرايات وعندنا زحمه وعندنا احنا طبعا كباري يعني المانيوال مش بتمشي في حته لا طبعا وبناخد خطواتنا زينا زي المانيوال زي ما فيش طب انت الدنيا معاكي عامله ايه بالليل لا تمام الحمد لله يعني بتدربي بالليل وبدرب بالليل يا شيخ يعني وكباري بنطلع طب يلا بينا نشوف التقرير نشوف التقرير السلام عليكم معايا مدام سارة مدام سارة من أرض المعرض أو بنسميها إيه امتداد رمسيس وما شاء الله الساعة دلوقتي يعني ليلت زي ما احنا شايفين والدنيا واقفة ماشيين في الزحمة وهي بطلة ما شاء الله عليها اللهم يا رب كمل على خير يا رب وشاطره تماما يعني الحمد لله بناخدها واحده 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 وربنا هيسهل ان شاء الله احنا دلوقتي فين في رابعه اللي هي طبعا طريق عباس العقاد تمام طيب زي ما انتم شايفين كده الدنيا ما شاء الله تعكت من حوالينا ايوه بس ساره قدها وقدود وان شاء الله تخرج واحده 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 منهم كلهم وادي الدنيا كده اهو زي ما احنا شايفين يعني احنا محطوطين في خانه اليد زنقنا بس واحدة واحدة هنطلع نفسنا من المواضيع دي كلها هي عشان في إشارة كمان فهي تمام طيب تقولي لنا ايه سارة رد فعلك كده وإحساسك انك طلعتي فجأة أنا مبسوطة جدا وحاسة ان انا بدأ يبقى عندي ثقة في نفسي كبيرة جدا يعني الحمد لله على فكرة وده أول سيشن بقى يا جماعة مش التاني والله ده الاولاني وهي محتاجه بس تطلع بوسط الطرق عشان بتقلق من الطرق وان شاء الله هطلع معاها وهي ابتدت بقى تبقى جامده وما يهمهاش حتى الميكروباصات ادي الدنيا واقفه زي ما احنا بجد بشكرك هو ساره يعني انت جايبه لي اتنين ساره سبحان الله لا اللي هما الاثنين زي بعض هما الاثنين مختلفين ساره دي ساره الاولانيه دي اللي بالنهار دي من التجمع وساره اكرم من امتداد رمسيس ودي انسه ودي مدام انت قلتي مدام طيب اللي سائد بالليل مدام انت قصده ساره معانا يعني تمام والله انتوا اللي بتبعتوا ما علينا انت شايفه ان ماشيين في الزحمه وبالليل الكلام ده حقيقي ولا امتداد رمسيس حضرتك عارفه بقى امتداد رمسيس ده حقيقي ده حقيقي والله ده يعني اول سيشن وسمعتي كمان في اول سيشن تمام طيب انا نفسي يعني عايزه اقول لك مش مصدقه يعني انا اهو ماليش دعوه بالاكاديميه خالص بس كمستمعه او مشاهده مش مصدقه ان ممكن اول سيشن في الطريق ده وفي الشارع ده وبالليل تقدري تعملي الكلام ده وفي اصعب من كده كمان يعني ده بالنسبه لي ده كان بسيط قوي رغم كان زحمه معانا اتصال اوكي تمام مساء الخير مساء النور ازاي حضرتك انا بحب اتشرفت بحضرتك جدا اتشرف بحضرتك الاول استاذ محمد ابراهيم معاكي استاذ محمد من الجيزه اهلا استاذ محمد تمام. اهلا بيك حضرتك اخبارك تمام الحمد لله يا استاذ محمد الحمد لله رب العالمين انا بحب اشكرك جدا على الاكاديميه بتاعتكم انا كان ليا الشرف ان انا اتدربت على ايد استاذه رشا استاذه الاوتوماتيك عندكم ما شاء الله ما شاء الله حضرتك استاذ محمد اتعلمت مع استاذه رشا تمام حضرتك نزلت اتدربت معانا يعني الناس بس عشان تسمع والمشاهدين يسمعوا ان راجل اتعلم مع مدربه بصراحه انا كنت قلقان زي كل الناس بس كانت زوجتي كانت عايزه تتعلم وانا كنت عايز اتعلم
وبصراحه الريفيوهات بتاعتكم والفيسبوك كان مشجعني جدا. بلس ان يعني معلش استاذ محمد، حضرتك اتدربت والمدام كانت معاك؟ لا يعني في نفس الوقت ولا ايه اللي حصل؟ لا المدام دلوقتي هتبدا تنزل تتدرب. تمام، انا اتدربت بالفعل وقلت اخد التجربه، وخصوصا كمان انتوا عاملين ميزه حلوه جدا ان الدفع بالحصه، فقلت اجرب بصراحه. مش هنكر يعني ان انا قلت هاخد التجربه. يعني استاذ محمد حضرتك خلصت كام سيشن معانا؟ انا مع استاذه رشا والحمد لله طلعت الرخصه كمان. كمان الف الف مليون مبروك استاذ محمد. بجد انا اتشرفت بمكالمه حضرتك ومداخله حضرتك. يا ريت تتابعنا باستمرار على البيج، وميرسي كتير ليك. عايزين نكمل كلامنا في نقطه بالليل. بالليل ايه ده؟ ايه الموضوع؟ عشان انا دلوقتي انا يعني في ناس كمان يعني ما بتحبش تصور فيديو، لكن عملت معاها شغل اكتر من كده بكتير. كمان طلعنا عن طريق المطار. استني بس، هو ايه اكتر من كده؟ الناس يعني لما اي حد يشوف في الاكاديميه او من خلال الحلقه او من خلال اي حاجه في الدنيا يقول لك ده بيدرب سواقه في المنطقه دي. احنا زمان جدا لما كنا بناخد مثلا 12 حصه، كانت اول حصه دي بنلعب في الحاره، ايوه، وتاني حصه بنلعب في الحاره اللي جنبها. وما زال بعض المكاتب بتتصرف كده برضو، ملناش دعوه، بيدربوا في اماكن فاضيه شويه اول 3-4 حصص، وبعد كده بيبتدوا ينزلوا بيهم في الزحمه شويه. يعني انت شايفه ان احنا يعني الموضوع بتاع 4 حصص ده بيبقى كفايه جدا؟ كفايه جدا. انا من رايي يعني حصه واحده وعملنا فيها كل ده متهيألي كفايه. انا قلت لها كفايه من تاني سيشن، انا قلت لها كفايه. يعني عايزين نتكلم شويه عن كابتن فاطمه. انت قلت لنا انك اول ما ابتديتي تعليم السواقه ابتديتيه على طول مع الاكاديميه. تمام. قبل بقى الاكاديميه يعني قبل ما تدخلي انا بسوق من زمان يعني السواقه عندي دي يعني انا بحبها، بحب السواقه جدا، بحب العربيه جدا يعني، وبتلكك بصراحه لاي مشوار بعيد اطلع بيه انا يعني. أنا بحب العربيه نفسها وبحب السواقه. كم سنه تقريبا؟ يعني كتير يعني عديت ال 20 سنه يعني. ما شاء الله ما شاء الله، مش عايزين نكبر. ماشي ماشي، عرفنا يعني عدد كويس يعني، وبطلع مشاوير طويله يعني، وبحب السواقه نفسها وعجبتني زي ما بقول لحضرتك. وانا على الفيسبوك شفت الاكاديميه. قبل ما تخش شوف الاكاديميه، مين قال لك انت ممكن تدربي؟ اقول ما هي قاعده قصادي. مين اللي قال انك ممكن تبقي شاطره وتدربي معانا؟ كابتن ده. انا قلت لك الكلام دوت لما جيتي قدمتي. تمام. لا قبل ما تقدمي، قبل ما اعرفك. لا هو حدش قال لك؟ لا لا لا، سبحان الله. انت اول واحده. تمام. احنا اتفقنا ان اول سيشن بيبقى صعب جدا 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 طبعا، مع العميل. مش كل الكلاينت زي بعض، فاكيد برضو اول مشكله بتقابلك حاجه ما بتقدريش تنسيها. تمام. في مشاكل بتبقى صعبه جدا مع الكابتن وما بنبقاش عارفين نحلها ازاي. انت يعني ايه المشكله اللي شفتيها؟ هو طبعا بيختلف في الاعمار يعني. لو معايا السن الصغير ده طبعا مريح جدا في التعامل، مريح جدا في الجراءه يعني. ممكن بعد نص ساعه بطلع بيها بره على الطريق خلاص، اللي هي جرأتها مساعداني، وانا بطبيعتي كمان جريئه، فبنساعد بعض فبنطلع على طول. يعني السن ده ما عنديش فيه مشاكل. تمام. السن الاكبر بقى بيبقى طبعا خايف ان هو ياخد الخطوه. يعني السن الصغير زي ما قلناها كتير قبل كده انه جميل في التعليم. جميل في التعليم. الاكبر تنشنه. تنشنه، وبتبقى طبعا ماسكه في الدريكسيون، مهما ان انا احاول اخفف ايديها شويه بتبقى متوتره فماسكه فيه يعني. استاذه بس ده بيتعالج يعني، كل حاجه بتتعالج. استاذه فاطمه، انا مش مصدقه ان وقت البرنامج للاسف خلص. يعني احنا في العد التنازلي دلوقتي، بس يا ريت ان شاء الله يبقى في عندنا حلقات تانية هنتكلم عن كل حاجه تخص الاوتوماتيك، وهنشرح ايه بقى باستفاضه. باستفاضه كده. كل حاجه بحذافيرها، مش هنسيب نقطه، هنبقى مع بعض في حلقات تانية. في حاجه عايزه اقولها ودايما بقولها لكل متدربه في نهايه السيشن بتاعي، ان القياده فعلا مش رفاهيه زي ما كنا. شكرا استاذه فاطمه، معلش انا اسفه جدا وقت البرنامج. ان شاء الله انتظروني في حلقه جديده كل اسبوع مع الأستاذة.